في مدينة الأصدقاء شاركنا المرح والهنا، الكل هنا طيب ودود سعيد مرحب، على الأرض وفي السماء الوجوه باسمة تحب العطاء. سيارة الإطفاء شرارة وسيارة الشرطة شهاب، دائما على استعداد لعون من أراد. ترقبوا صفارة مسعفة وها هي سرابه رفرفة، في الليل والنهار منقذانا من الأخطار، أهلا بكم في مدينة الأصدقاء. شطائر للبطاط؟ بالطبع لا، فقد أعددتها من أجل زبائن المطعم يا منى. لكن البطاط جائعة جدا أمي. وكذلك زبائن يا بني، يمكنكما إطعامها من هذا الخبز الجاف. ماذا؟ خبز جاف؟ اطمئني، ستأكل منه البطاط ولن تمانع. اجلس يا همام، اجلس. هات الدمية، هاتها. أحسنت صنعاً، يا لك من كلب مطيع. كانت أمي محقة، لا تمانع البطاط في أكل الخبز الجاف. الأم تتدور جوعاً، لابد أن رعاية الفراخ مرهقة. ما خطب تلك البطة يا ترى؟ ربما خائفة منا، هيا يا راجي لندعها بسلام. مرحبا يا صغيري، لقد كنت أدرب همام، إنه كلب مطيع وذكي بحق. أعتقد أنه يريد أن يلعب كرة القدم. حسنا إنها لي. ما الذي تفعله؟ كنت أريد إخراج الكرة من العش بالحجر، لكن قد يصيب الحجر البطة ويؤذيها يا راجي. متأسف. كيف سنخرج الكرة من عش البطة؟ همام سباح ماهر، يمكنه السباحة إلى هناك ودفع الكرة من العش بأنفه. هذا يستحق المحاولة. اجلب الكرة يا همام، اجلبها. مدهش، إنه سباح ماهر بحق. تحاول البطة إبعاده عن العش. عد يا همام، هيا. أيها الشقي، أنت مبتل تماماً. أحسنت صنعاً، لقد بذلت جهدك. ماذا سنفعل الآن؟ نحتاج إلى سلم طويل يصل حتى منتصف البحيرة. يوجد سلم وحيد في مدينة الأصدقاء، وهو يعود إلى شرارة سيارة الإطفاء. لدينا اتصال يا شباب. من أماني إلى محطة الإطفاء. دهشان، هل تسمعني؟
أسمعك بوضوح تام، كيف أخدمك؟ هل يمكنك المجيء إلى منتزه مدينة الأصدقاء؟ لدينا مشكلة. نحن في طريقنا إليك. هيا انطلق بأقصى سرعتك يا شرارة. لنرجو أن تصل السلة إلى تلك المسافة. كيف وصلت تلك الكرة إلى عش البطة؟ ركلتها منى إلى هناك. كنت أحاول تسجيل هدف فقط. رمية ممتازة يا منى. ابقى هادئا يا همام، اجلس. لا أستطيع الوصول إليها. لو أن الحاملة أطول بمتر واحد فقط لوصلت. يبدو أننا سنضطر لاستخدام السلم أيضا. نعم، إذا استطعنا تثبيت السلم بسلة فلفلة يمكنني الاستلقاء عليه والتقاط الكرة. هذا مستحيل، أنت ثقيل الوزن، ستلوي السلم وتسقط في البحيرة. أنت على حق، يجب أن ينفذ المهمة شخص صغير الحجم وخفيف الوزن. أنا صغيرة وخفيفة، سأفعل ذلك. كلا يا صغيرتي، فهذا خطر للغاية. لكن علينا أن نفعل شيئا. لن يصيبها شيء إذا ألبسناها سترة الأمان وربطناها بالسلم. حسنا يا منى، لا ضير من المحاولة. كوني حذرة يا صغيرة. لا تخافي مني، أريد مساعدتك. اهدئي. هل يمكنها الوصول؟ لست أدري، إن البطة تعترض طريقها. لا تيأسي يا منى، حاولي مجدداً وستنجحين. نجحت. أحسنت، فتاة شجاعة. لقد نجحت. الآن فهمت سبب عدائيتك. كم أنت محظوظة، لم تكسر أي بيضة. يمكننا سحبهما الآن. أحسنت صنعاً يا منى. لا أعتقد أن في إمكاننا لعب الكرة هنا اليوم. تحتاج البطة إلى بعض الهدوء في انتظار أن يفقس بيضها. هل أعدت كل الأشياء إلى مكانها؟ بالتأكيد فعلت يا شرارة. أحسنتم جميعاً، قمتم بعمل رائع. ظريفة. إنها سعيدة وتبدو كأنها تغني.